على وقع ارتفاع منسوب الانتهاكات في السجون البحرينية وممارسات عناصر الأمن الانتقامية من المعتقلين، أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إشعارها الأحمر ضد مدير سجن جو عدنان بحر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق المعتقلين بإشراف شخصي منه. أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين كشفت عن توثيقها حالات تعذيب وعنف جنسي تعرض له المعتقلون، مشيرة إلى أن حالة المعتقل محمد عبد الله السنكيس والاعتداء عليه جنسيا وجسديا تحت إشراف مباشر من المقدم بحر. وعن ظروف السجن السيئة التي يواجهها المعتقلون في مراكز الاحتجاز البحرينية، بيّنت المنظمة أن من تلك الظروف الاكتظاظ وانعدام حالات المرافق الصحية التي تنعكس بظروف صحية صعبة على المعتقلين والذين يحرمون أيضا من التقديمات الصحية الأساسية. ووفق المنظمة فإن سجن جو المركزي يعد مركز الاحتجاز الرئيس لاعتقال قادة المعارضة السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي حقوق الإنسان. وسجن جو معروف بالظروف السيئة التي يكابدها المعتقلون خلف زنازينه. وعلى الرغم من المطالبات الحقوقية بتحسين ظروف وأوضاع السجن، وثقت المنظمات باستمرار حالات انتهاكات صاخبة من خلف تلك الزنازين. وتسعى منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين من خلال إعلان إشعارها الأحمر ضد منتهكي حقوق الإنسان لمنعهم من السفر وفتح دورهم في العالم في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.